تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب يكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. تداعيات اعاده تعيين كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي عمل حاله لغط غير عادي ورفض غير عادي لكل المنظومه الجماهيريه والاهلاويه والزملكاويه. مفيش حد راضي عن تعيين شوقي غريب تاني بعد ما فشل واخفق بعد شهرين من تولي نفس المنصب، وان هو خرج من البطوله والمهزله اللي شفناها والاداء اللي زي الزفت اللي شفناه نرجعه تاني. شوقي غريب فشل في المنتخب الاول نمسكه الاولمبي، يفشل في الاولمبي نمشيه يمسك الاولمبي تاني. ابراهيم سعيد كان هيتجنن. ابراهيم سعيد طلع من شعوره وطلع من يعني المعتاد وراح لرئيس الدوله، راح عمل له منشن في تويتر وقال له يا سياده الرئيس ارحمنا من الكارثه اللي اسمها شوقي غريب، وابتدى يعني يسرد لرئيس الجمهوريه شوقي غريب كان سبب في ضياع جيل بحاله وكان سبب في كوارث كرويه وهو مفلس تماما كرويا فنيا وتكتيكيا وخططيا، بس عشان هاني ابو ريده حبيبه حطه في المنصب ده يشيلوه ويجيبوه زي ثروت سويلم يشيلوه ويجيبوه زي حسين عامر ولا اسمه ايه يشيلوه ويجيبوه دواخين يا ليمون عارفين زي ايه يا جماعه؟ زي طب انا مش هحرق لكم وهقول لكم زي ايه بالظبط، بس تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد وهو بيناشد رئيس الجمهوريه انه ارحمنا من اختيار هذا الفاشل لنفس المكان عشان تكرار الفشل عشان السبوبه والسمسره والفلوس اللي بتتلعب من تحت لتحت. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد قال ايه لعبد الفتاح السيسي ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتك قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. انتوا بتظلموا ناس وده مش كويس وربنا عمره ما هيرضاها. حقيقي من خلال الفيديو ده انا بوصل رساله لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا واحد بصفتي ان انا لاعب كره قدم سابق منتخب مصر مش هقول اهلي ولا زمالك. يا ريس الكره المصريه كانت في اعلى مكانه. في اعلى مكانه وانا شايف حضرتك عايز تخلي البلد دي احسن بلد في الدنيا وان شاء الله هتبقى احسن بلد في الدنيا. وحضرتك بتشجع المواهب وبتشجع الموهوبين. يا ريس كرة القدم المصرية في انحدار في أقل مستوى اللي الناس بتفرح بيها واللي الناس بتستمتع بالكرة. أنا واحد من الناس بعيد عن إن أنا لاعب، أنا بستمتع كورة وملايين تقريبا عامة الشعب المصري كلها بتشجع كورة سواء أطفال أو سيدات أو رجال أو أمهات كثيرة جدا بقت تتابع كورة عشان تستمتع بيها. الناس كلها دلوقتي بتحب الرياضة. فيا ريس المجال الرياضي من سيء لأسوأ. بتمنى نظرة من حضرتك وانا عارف ان حضرتك بتشجع الرياضة. عشان كده انا وجهت رسالتي لحضرتك. وليك كل التقدير والاحترام وانا ولو انا مش عارف سيادتك وعارف شخصية حضرتك ان انت بتشجع الناس ودايما كلامك عن الشباب وفرصة للتنمية وفرصة التطور انا ما كنتش وجهت رسالتي لحضرتك. اعتبر ان حضرتك ابنك. بتمنى نظرة من حضرتك للمجال الرياضي لان المجال الرياضي فعلا مبقاش في مواهب، مبقاش في مواهب في تدريبيه، مبقاش في تطور، كله يا ريس دلوقتي باصصها لمصلحته الشخصيه مش مصلحه البلد ولا مصلحه النادي. بتمنى نظره من حضرتك واتمنى ان حضرتك تكون بخير وان شاء الله باذن الله انا عارف ان الرساله هتوصل لك. تحياتي لشخصك الكريم وبتمنى التوفيق لحضرتك وان شاء الله تكون مصر في كل شيء هي الافضل دايما لان المجال الرياضي كان دايما افضل. فلان الاستاذ احمد مجاهد قال فلان الفلاني هو دي الاسماء بس اللي بتتقال. وفي كلام تاني برضو اللي بيتقال فنجادة مين؟ فنجادة مين اللي بيقرر؟ فنجادة ده راجل جاي من بلده جاي هنا في مصر واخد فرصة قدام ناس كتيرة جدا واسماء كتيرة جدا موجودة هو واخد مكانها. تمام؟ فهو واخد القرار بناء على الاساس. ده لو خد القرار ده يبقى يمشي. لو هو فعلا صاحب القرار ده يمشي لان هو كده بيضر الكره المصريه. مع احترامي مفيش اي جديد هيقدمه كابتن شوقي. ايه اللي هيقدمه يعني؟ ايه اللي هيقدمه؟ هل في تطور جديد؟ هل في خطط جديده؟ ما كابتن شوقي غريب هو
اللي من 20 سنه من ايام المنتخب الاولمبي ولا منتخب الشباب، ولو هو هو لما كان مع المنتخب الاول وهو هو اللي مسك منتخب اول وافق وما وصلناش كاس امم ولا وصلنا كاس عالم تقريبا، برضه هو هو نفس الشخص اللي كان موجود في الاولمبياد بالنتائج المخيمه بالاداء اللي ما كانش فيه اداء اصلا رغم ان معاه اسماء ومعاه لعيبه كويسه جدا. انتوا تقييمكم للمدربين ايه؟ اتحاد الكوره اللي هو بيتقال عليه اتحاد الكوره بناء على ايه شوقي غريب يرجع؟ بناء على ايه ان هو ياخد مكان حد؟ على فكره في ناس كثيره جدا مدربين كويسه جدا وانا ذكرت اساميهم في الفيديو من تقريبا من ساعتين ثلاثه. انا دلوقتي لما الاقي ان في مدرب فشل وما قدمش كتير للكره المصريه عشان خاطر ان هو ليه علاقات مع اشخاص هم اللي بتتحكم في الكره المصريه، انا واحد وملايين غيري او الافات غيري لما هتلاقي الوضع ده، هل ده عدل؟ هل ده عدل؟ ولا هي خلاص بقت متقسمه كده، انتوا بتقسموها على مزاجكم، ده يجي ده يمشي. طب هو دلوقتي خلاص ده بعد كده بالنسبه لنا هو رجوع المنتخب الاولمبي نجح او ما نجحش مش فارقه، هو راجل بيقبض مرتبه، نجح ما نجحش خلاص بالنسبه له هو مش بيضيف شيء، مش هيضيف حاجه للمنتخب الاولمبي، مش هيضيف حاجه تطور الكره المصريه، لان الكره المصريه للاسف في الفتره الاخيره متدمره وانتوا دمرتوها. ولا شايفين مواهب ولا شايفين مدربين ولا شايفين اداره ولا شايفين كوره ولا شايفين اي حاجه. هل ده انتوا خلاص قسمتوها بالشكل ده؟ انا واحد من الناس مش هسكت. حقيقي مش هسكت. لان انا ليا حق ان انا دافع عن حقي وليا حق ان انا دافع عن ناس كتيره جدا ممكن بتخاف تتكلم. فعلا انتوا كده بتضيعوا جيل كامل، بتضيعوا اسماء، وانا عارف ان كلهم متخوفين ان يخاف ان يتكلم لان هم خايفين على شغلهم وعلى انا ما بخافش. واللي ربنا كاتبه لي هيحصل. بس ان شوقي غريب يرجع ده فشل من اتحاد الكوره، ولو فنجادة اتحاد الكوره هو اللي خد القرار ده وفنجادة يقدم استقالته، بس انا ما اعتقدش ان هو هم اللي عملوا القرار ده، القرار ده جاي من شخص. طبعا راي ابراهيم سعيد سواء لرئيس الجمهوريه، لرئيس الوزراء، للوزير، بس زي ما اتفقنا ان هاني ابو ريده هو اللي الامر الناهي والمتحكم ومسيطر. ومجاهد دراعه اليمين اعمل كذا يا مجاهد حاضر، اعمل كذا يا مجاهد حاضر. في رجال ظل. فاكرين يا جماعه فيلم او مسلسل القيصر؟ كان في واحد ظابط هو اصلا مش موجود في الهيئه ومقدم استقالته من بدري، بس قال في ناس زي في دول بتقوم حروب وبتبطل حروب. في ناس وظيفتها كده، في رجال ظل. يبقى صاحب القرار او صانع القرار في العلن ولكن هو مش متخذ القرار، المتخذ القرار هو اللي في الظل. كذلك هاني ابو ريده هو رجل الظل. رجل الظل ده اللي بيلعب باخطار المصريين، اللي بيتحدى المصريين، هات ابو ريده، هاتوا حسام البدري، وكلهم فشل 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 فشل، اداء وحش. عندك لعيبه يعني جيل محترم، اللي بيقلل من الجيل الموجود الحالي ده لا معلش غلطان، انت عندك كوكبه من اللعيبه على اعلى مستوى تقدر تحقق بيهم بطولات، زي القماشه اللي قلت لكم عليها. كابتن حسن شحاته كان معاه قماشه جيده وحلوه ولكن ما كانتش احسن من الكاميرون ولا من كوتيفوار ولا من المنتخبات القويه دي وقتها، الكاميرون وكوتيفوار وجنوب افريقيا وحتى ليبيا، حتى ليبيا كانت قويه. فاكرين لما غلبنا ليبيا 3-0؟ فاكرين؟ وكانت ليبيا كانت في مجدها وفي عزها ايام طارق التايب، فاكرين؟ دلوقتي احنا عمالين في حزبة برما عايزين نفوز على ليبيا عشان ليبيا مين المهلهله المفكفكه دي مع احترامنا لليبيا والمنتخب الليبي. بس اللي انا عايز اقوله ان ابراهيم سعيد ليه حق انه يستجير برئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه اللي حاطط ملف الكوره على جنب، وده ما ينفعش. انت مهتم بالدوله، مهتم بالانشاءات، مهتم بالمواطن، مهتم بالصحه، مهتم لكن الرياضه مش في جانب خالص رئيس الجمهوريه، وده شيء لازم حد يقول له يا سياده الرئيس. الجانب الرياضي مهم جدا جدا جدا، الاعلام الرياضي مهم جدا جدا جدا، اختيار المدربين في كوسه، في كوسه وفي طبيخ، بص للكوسه والطبيخ دي وامنع المهزله دي، ما دام مفيش حد مانع المهزله دي لا وزير ولا رئيس وزراء، عايزين نشوف حاجه، الوزير وزير الرياضه لا لازم يتغير، ملوش قيمه ولا ملوش معنى،
يا جماعه حرام عليكم ارحمونا. وزير ورئيس الوزراء المفروض يبقى عنده نوع من انواع الحنكه في الرياضه، شايف الدنيا مهلهله يا عم، تعمل انتخابات في اتحاد الكوره، ما تعمل انتخابات في نادي الزمالك، خلي كل شيء منتخب، خلي الناس تشم نفسها. فابراهيم سعيد احنا معاه قلبا وقالبا في الكلام اللي قاله، كل واحد رياضي بيفهم كوره او ما بيفهمش هيقول على شوقي غريب لا يصلح ان هو يبقى متواجد تاني في المعمعه اللي احنا شفناها دي، دي مولد وصاحبه غايب، ولكن رجل الظل هو اللي مستفيد من اللي بيحصل في الرياضه المصريه وهو هاني ابو وريده. وبكره ان شاء الله انا عامل لكم فيديو عن هاني ابو وريده عمل كارثه وبيخدم بيها نادي الزمالك باعتراف الزملكاوي خالد فطوطه. بشكركم شكرا جزيلا، انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو او لو اول مره تشوفني، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.